سيد عقيل، على ذكر البعثة الأممية وسيدة بلاسخارت، هل يمكن أن نعول على المجتمع الدولي في المساهمة بتقريب وجهات النظر بدون تدخل في يعني سيادة العراق؟ أنت تعلم بأن فرنسا وبريطانيا أيضا بعض الدول العربية والإقليمية يعني بعثت رسائل تهدئة ومحاولة تقريب وجهات النظر وحل هذه الأزمة. وماذا أيضا عن دور المرجعية الدينية؟ هل يمكن أن تتدخل أيضا هذه المرة؟ تفضل. يعني ما يمكن ان تبعثه الامم المتحده للاطراف الدوليه الاخرى، هذه لها طابع استشاري، ليست ملزمه لاي من الاطراف. يعني انا بتصوري طرفان يستطيعان ان يتدخلا لحل هذه الازمه، المرجعيه في النجف، والمرجعيه في النجف غير مستعده الان، لا تشعر ان الامور وصلت الى لحظه تحتاج تدخلها. عندما تتعلق الامر بالدم وانهيار الدوله وهذه يمكن ان تتدخل، والمرجعيه عاده تتدخل بعد حدوث الاشياء وليس قبلها، بمعنى لا يوجد شيء استباقي. فإن ذهبت الأشياء نحو مسارات الدم والعنف لا سامح الله، لا لا، سمح الله. ربما أعتقد المرجعية تتدخل. إيران تستطيع أيضا أن تحل هذه المشكلة عبر ممارسة الضغط على الإطار التنسيقي. هي جربت الضغط على التيار الصدري واكتشفت أن الأمر لا ينفع. نجحت إيران في تفكيك التحالف الثلاثي، يعني بالنسبة للصدريين إيران طرف منحاز لأنها فككت تحالفهم الثلاثي، يعني قضية أيضا الثلث المعطل وما إليه، هي الوحيدة التي تستطيع أن تؤثر بشكل مباشر وجدي على الإطار التنسيقي، تجبرهم أن يذهبوا في اتجاه معين. لحد الآن يعني إيران بعيدة عن هذا النزاع الحالي، لديها تمنيات لكنها لم تتدخل به. إن تولدت قناعة إيرانية أنها تحتاج أن تتدخل، فسيكون تدخلها ليس باتجاه جمع الاثنين وتفاوض، لا، وإنما قصر الإطار التنسيقي على تقديم تنازلات واضحة للتيار الصدري. لم يكن السيد قاآني عندما زار العراق في المرة الأخيرة سعيدا بترشيح السيد محمد شياع السوداني، وليس ضده كشخص، وإنما قال لهم أنهم يعني جيئوا بمرشح لا يعتبره الصدريون استفزازيا، لأنه نظر إلى ترشيح السيد محمد شياع السوداني على أنه ترشيح قادم من السيد المالكي، ليس اعتراضا على السوداني كشخص، إنما أنه بعد حصول التسريبات التي يستهزئ فيها المالكي بالتيار الصدري، يعني والأشياء التي قالها التي عرفناها بعدها بأيام قليلة، هو الذي يرشح. دولة القانون هي التي كان لها السبق، قصب السبق في التنافس في داخل الإطار التنسيقي في ترشيح محمد السوداني، فبدأ شيئا استفزازيا. يعني أنت قبل أيام تنكل بالصدريين وتتوعد أنك ستهجم عليهم وستذهب للنجف وتريد أن تشكل ميليشيا وكذا، كل الأشياء الخارقة في القانون والمستفزة سياسيا وشخصيا وأخلاقيا في الصدريين ولمعظم المجتمع العراقي، بعدها بأيام أنت ترشح رئيس الوزراء. طبعا رد الصدريين مفهوم، لا يمكن أن نقبل بهذا، لأنه هذه دعوة لتفكيك التيار الصدري ولاستخدام هذه الحكومة المقبلة للقيام بالأشياء التي تحدثت عنها في التسريبات، لكن عبر أدوات الدولة. يعني هكذا فهموها وشعروا بالخطر ولهم الحق في هذا. جاء السيد قاني وقال لهم اسحبوا ترشيحه وحاولوا أن تأتوا بمرشح يرضى به التيار الصدري، وهذا موقف أيضا السيد العامري. يعني نعم. الإطار التنسيقي منقسم، لكن يبدو أنه طرف دولة القانون والعصائب هم الآن المهيمنون على الإطار التنسيقي. الآن ربما هذه الهيمنة في تراجع في إطار هذه الهدنة، إلى أنه يعني هل سيتوصلون إلى تسوية فيها تنازلات جدية أم لا؟ نحتاج يعني أن ننتظر يوما أو يومين. نعم، شكرا جزيلا لك الدكتور عقيل عباس، أستاذ الإعلام، أشكرك.